السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى لاباس عليكم مزيانين، كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة مزيانة ان شاء الله. كما خوتي كيف ما كتشوفوا الضجة والصداع والبلبلة، ممكنين كليبات اشكال متنوعة. المهم اليوم جيت نولعكم شي شوية على أرض الحرب، نوريكم الكليبات اللي كنتوفروا. المهم ابرزها اشرسها هو بلاك كيف ما كتشوفوا. ايه باشي بابا طيب، شرس بزاف في نفس الوقت، دريساج فيه دريساج ديال مالينوا، لكن شرس الى جا دابا مولاه. دابا كلمه واحده ما نقدرش نعاود نقيسو. ايه بلاك بلاك، الساعه نرجعوا لكم البلاك، كاين واحد الفريخ كيشبه البصمه. ايه هاش هاش هاش، هذا كليب مزيون حتى هو. هذا كلب عنده 7 شهور، خاصو تهلو، إلا طلقته الله هذا يطلع واعر. هذا هاد الأنثى هاد المالينوا. إيه ماشي هس هس نو نو كاين واحد الانثى ديال الزوبيرمان، يلا داو هاد الدراري، انثى زويونه في المستوى. لا انت ما كتهمش واقيلا. ها اتاكي عليا عبد الحق من قبيله، وانا كان قيسو صحيح. اتوسيو روكيا انت يا بابلو، دابا انا الى اتاكي سويت اتاك
كلش كيبغي نو روكي جلس شي مني كتدخل على كلفورتي ولكن زوين هذا زوين ان شاء الله نتفاهم معايا على الحق هذا غادي نخرج بلاصه بالخدمه زوين عجبني عجبني وقيلا حيت عندي نفس التقطيع هذا البصمه عجبني بحال فكرني كاع طيح له هاد القباحة ما خليش قبيح مع الكلام قال كي تطلق له كيمشي الدكور هاني نزولو له هاد القباحة رجع رجع عندك الشاريس غادا نشوف لك ما طيبة قال كي تطلقتي له هاداك مشيتو خصو الوقت كاين هاد الوينت هادي المالين وراه معروضه للبيع كاين ديك الفريخ هذاك اللي راه هو تا وراه معروض للبيع ديك الفريخ هذاك مزيان هذاك الا جبر اللي تهلا فيه غادي يطلع يطلع واعر بلاك اللي عجبني انا ماشي معروض للبيع سي دابا كيفاش نصحت الودني اصاب على بنت تاعس صحت الودني واعر بنت تاعس طلب شهرين سابقتي معايا مهم كنت قلت لك عاود الحق اللي قال لك سابقتي ما شوف شنو قلت ثاني ملي كتعمل هكا الا حرت على شي جرو شبرت شبرت الصطافه وجابت راسها معاه هذا حتى هو واعر دابا هذيك الطلقه ديال الخراب هاد الطلقه راسها لا مقاوده مقاوده بلاك وي غلاص اللي كفات الله دي تهلا شوف صدره عزيز لا هذا اش شوف صدره اش سي شوف صدره شوف صدره صدره حاجه على برا هذه خانه جابهم على برا هذه شنو وقع له اللي دوبر مانوس لوقيه والله الا جابها خانه على برا انا عنده يجي لابس بالكجبه مالها ما صافيش قالت لها انت صدق الذكاء ما تحملش لاصق لا ما كانت تضرب عليها طب عرفتي خرج من شي تفروخه داك الشيء اللي بعتني
صافي بوزي صافي شوف تكلمي بوزي سيكم ابوني فعلوا على الجرس المهم الى اللقاء انا رميت صورة الدوبر ما نمشي فيها الناس دوبر ما اللي بعث البنت وخليته ودابا دابا هو هادي يا خويا بغا يكفلي هذا قال لي ما كفليش